مرحبا يا أحبائي، كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا اليوم؟ قصتنا بعنوان جحا والقاضي. في يوم من الأيام ذهب جحا مثل عادته إلى السوق حتى يقضي وقته في هوايته المحببة إلى نفسه، وهي أن يتمشى ويتجول في السوق بحثا عما فيه من بضاعة جديدة مختلفة. وكان الناس في السوق يضيقون صدرا بجحا ومن أسئلته الكثيرة على السلع، ومع ذلك لا يشتري. وكان هناك رجل أراد أن يلقن جحا درسان ويجعله أضحوكة السوق، فتشارط مع بعض التجار أنه يستطيع أن يضرب جحا كفا على وجهه دون أن يستطيع جحا أن يقاضيه، أي أن يذهب به إلى القاضي، فأعجبتهم الفكرة. فوقف رجل ينتظر أن يأتي جحا، فعندما رآه اقترب من أحد الحوانيت يريد أن يرى سلعة، وأدار ظهره للطريق ووجهه نحو الحانوت. وعندما أحنى رأسه قليلاً ليتناول السلعة من على الأرض، جاءه الرجل من الخلف وضربه كفاً قوياً على خده، فطاش جحا وكاد يقع على الأرض. ولكن جحا تمالك نفسه والتفت وأراد أن يتعارك مع الرجل، غير أن الرجل اعتذر بشدة قائلا: آسف يا جحا، فقد ظننتك رجلا آخر سرق مني بضاعة منذ مدة. لم يقبل جحا هذا العذر وهجم عليه حتى يقتص منه، فتدخل التجار وقالوا لجحا إن الرجل محق وشهدوا على ذلك. وعندما رآهم جميعا يساعدون الرجل شعر أن هناك في الأمر خدعة، فقال لهم جحا: أنا لن أرضى أبدا حتى نتحاكم. فقالوا: ليست مشكلة، اختر واحدا من التجار ليحكم بينكما. فاختار جحا أحد التجار، وكان أكثر التجار غيظا من جحا، كان لا يحب جحا أبدا أبدا. فجاء التاجر واستمع إلى شكوى جحا حتى يشعره أنه لا يعرف شيئا عن هذه الصفعة، وقال للرجل: لماذا ضربت جحا بهذه القوة؟ فقال الرجل: أعذرني يا سيدي، فقد كنت أظنه لصا. فقال له: هل اعتذرت منه؟ قال الرجل: نعم. فقال التاجر: إذن هل تقبل الاعتذار يا جحا؟ رفض جحا ذلك وكان يريد أن يرد اعتباره. عندها قال التاجر: هل تقبلان بحكمي؟ فقال جحا والرجل: نعم، ويشهد كل تجار السوق. فقال التاجر للرجل: ادفع لجحا مبلغ 20 دينارا عقوبة على ضربك له. فقال الرجل: لكن يا سيدي، ليس معي من هذا المبلغ شيء الآن. فقال التاجر وهو يغمز له بإحدى عينيه: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تعود. وافق جحا على ذلك وجلس ينتظر. ذهب الرجل ومضى وقت طويل، وطال انتظار جحا، ومرت ساعات وساعات ولم يرجع الرجل. ففهم جحا الخديعة، خصوصا أنه كان يبحث عن تفسير لإحدى الغمزات التي وجهها التاجر للرجل. فقام جحا فجأة، ماذا فعل؟ ضرب التاجر على وجهه صفعة طارت منها عمامته، وقال له: أنا لم يبقى لدي وقت للانتظار، ولكن إذا أحضر الرجل 20 دينارا فخذها لك حلالا طيبا. وانصرف جحا بعد أن أدهش كل من في السوق. هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى. مع السلامة.